اتسلق، ما حدش في اعتباره اهداف ثوره 25 يناير، وبالتالي ناتي ايضا بدستور في 2013 هو دستور مماثل حتى لو كان فيه اشياء ايجابيه ولكن لا يعبر عن اهداف ومكتسبات ثوره 25 يناير. الكلمه الاخيره اللي هنعرضها على حضراتكم هي خاصه بالمعتقلين. موقف واضح، ان السلطه الان تسير في المسار الخاطئ وتعتقل كل صوت معارض، فيكون جزاؤه اما القتل او الاعتقال او التشويه والانتهاك والاغتيال المعنوي. وضحنا لحضراتكم ليه جبهة طريق الثورة قالت لا للدستور، وشرح اكثر المواد المقيدة لهذا الدستور والمنقلبة على مكتسبات ثورة 25 يناير. وبالتالي لقينا ان نعم للدستور هي اطفاء للشرعية على سلطة تنتقص كل يوم من ما حققناه في ثورة 25 يناير. سلطة استباحت دماء الآلاف من المصريين، سلطة تنتهك حريات المصريين وتمتهن كرامتهم، سلطة تضع المؤسسة العسكرية في مصاف دولة فوق الدولة، سلطة تعتمد على أبواق الإعلام الموجه وتعتمد على نيابة ظالمة وقضاء مسيس، سلطة تدعي وتبث كل يوم دعاية فاشية وتؤدي في النهاية إلى احتراب وطني ما بين فئات الشعب. هذه السلطة لا تمثل ثورة 25 يناير، وإذ تعلن جبهة طريق الثورة نزولها مقررا مرة أخرى يوم 25 يناير، وتدعو إلى حشد الشعب والنزول بموجة ثورية أخرى، ونطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في سجون النظام، كل المعتقلين السياسيين من الأسماء المعروفة والآلاف من المجهولين.